السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير. قبل كل شيء يا ريت نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويا ريت من فضلكم تعملوا لايك للفيديو ده. الفيديو النهاردة عن ايه هي الرموز اللي المتوفى بيقدر يتواصل معايا بيها عشان يفهمني ان هو بحاجة للصدقة او ان هو بحاجة لدعاء او مفتقر للحسنات. رقم واحد اني اشوفه عاري. اما تشوف المتوفى عاري جدا دي بتقولك ان هو مفتقر للحسنات وبحاجة للسترة اللي هتجيله عن طريقك اللي هي الصدقة والدعاء. فلما تشوف الرؤية دي اوعى ان انت تهملها او تأثر في حقه. رقم اتنين اني اشوف المتوفى ده وجهه مسود بشكل مبالغ فيه. اللون الاسود على الوجه ده معناه ان فيه فعل سوء كبير جدا 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 قام بيه في حياته، وهو بحاجة لصدقة ودعاء علشان الذنب ده يكفر او يرفع عنه. فياريت ان انت تنتبه للنقطة دي. رقم تلاتة اني اشوفه انه جعان او عطشان. لو جه وقالك انا جعان او انا عطشان ده معناه انه بيقولك انا مفتقر لحسنات وبحاجة ان انت تخرج لي صدقة او تقوم بالدعاء ليا، فاوعى ان انت تهمله. ياريت تنتبه للنقط دي. كمان رؤيته مريض. لو شفت ان هو مريض وان هو بيقولك ان انا بحاجة لعلاج او بحاجة لتداوي، ده معناه ان هو بحاجة لصدقات وبحاجة لدعاء. فدي الامور اللي بيقدر يتواصل معانا من خلالها، او الرموز اللي بتجيلنا عشان توضح لنا الامور دي. ياريت ما نهملهاش. ياريت كلنا ندعي لكل المتوفين وكل اموات المسلمين بالرحمة والمغفرة. وياريت من فضلكم ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم إشعار البث المباشر لتفسير رؤياكم يوميا. أترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم.